يا ابني يرتاح، لان انا كنت نتحدث مع الشباب في الساحه الخضراء وبنسهر معهم الليله، لكن هي جت مطربه الحمد لله في خيره. طيب مبين لهم اني انا يعني في طرابلس مانيش في فنزويلا، ما تصدقوا اللي دعت الكلاب هذه الظل. سلامة. يمكن ان يعطل هذه المسيره التاريخيه الظافره حفله من شذاذ الافاق الماجورين من هؤلاء القطط والفيران التي تنقز من شارع الى شارع ومن زنقه الى زنقه. دوخوهم، سكروهم، عطوهم الحبوب، عزلوهم عن اهلهم، شدوا الجرذان، ما تخافوا منهم. عصابات مثل الجرذان لا تمثلوا شيء، علشان وحدين مقملين مسخين يتبعهم عملاء المخابرات الاجنبيه. حفنه من الشبان اللي قلدوا اللي يجري في تونس وفي مصر، واللي عطوهم الحبوب واللي امروهم من الداخل يقولون احرقوا اسلبوا اعملوا. هذه عين كما يقولوا، خلاص امنت بالعين، بلاد امنه وتعينت. انا اذا كان شعبي ما يحبني ما يستحقش الحياه. اذا كان شعبي والشعب العربي والشعوب الافريقيه وكل الشعوب اذا ما تحبش معمر قذافي ما يستحقش الحياه حتى يوم واحد. هذه الساعات المجيده التي نحياها نحن الان، كل الشعوب معنا، نحن نقود الثوره، نحن نقود الثوره العالميه ضد الامبرياليه ضد الطغيان. وانا اقول لكم انا لا اخاف من العواصف وهي تجتاح المدى، الا من ناحيه وطنيه ومن ناحيه ادبيه واخلاقيه، والا والله ما يهمني فيكم. من عام 77 خليتكم السلطه، لا عندي سلطة للتوقيع على قوانين ولا قرارات ولا أوامر ولا أي شيء، مجرد سلطة أدبية مرجعية. اليزابيت فيها 57 عام تحكم ولا واحد كلمها، عندها صلاحيات ولكن ما تمارس فيها. أنتم أيها البغاة، أيها الهتلريون، أيها الطغاة، أيها الفاسيون، أنتم يا ظلام، أنتم يا أولاد الحرام. ولادكم واطفالكم في يوم ما ممكن تصبح اهداف مشروعه ونرد عليكم بالمثل. شكرا يا ماما، شكرا. شايفك، انا شايفك. شايفك معمر بس، شكرا. ابقى مع شعبي ببندقيتي حتى اخر قطره من دمي. اعترفوا كما تشاؤون بالخونه، اعترفوا مليون مره، بز كل اعترافاتكم تحت اقدام الجماهير الان في زليتن. الصورة اكتملت الآن بهذه المسيرة المليونية. اللي ما بيقتنع هذا حشاكم، هذا حمار. اللي ما بيقتنع هذا حمار، هذا ما يفهمش، هذا بهيم. اللي ما يقتنع ويستيقن هذا بهيم. هذا أمر مني بفتح المخازن لتسليح الجماهير. اخرجوا، أنا معكم الآن، أنا معكم في طرابلس.